لا فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. نغسلوا الدجاج؟ ايه، الدجاج اللي طلبوه من الدجاجات، يعني الطريقه كيفاش نغسلوا ضروري البصله مشلضه حمراء في الماء اللي غنغسلوا به الدجاج. و شنو هي البصله مشلضه حمراء؟ يعني غنفكر باش الدجاج ما يجيش فيه حتى نسمه. كنتي قلتي لنا لا فاطمة نديروا حتى العصير ديال داك البصله. ايه، هذاك في النصيب، هذاك راه غنطيبوا به. انا كنقول في الغسيل كيجي مزيان. كناخذ 4 الدجاجات، اما نعمرهم واما خاويين. كناخذ 4 البصلات الكبار مشلدين رقيقين، 8 التومات محكوكين، كناخذوا 10 المعالق كبار ديال السيبولات رقيق نقطعو، ديما ينشف عاد يتقطع. كنديروا 8 المعالق كبار ديال التحميره تكون حمراء زوينه، و 8 المعالق كبار ديال الموطار ديال الحبوب، و 8 المعالق كبار ديال الخل، داك الكحل في قرعه الدجاج، يعني معروف هو خل عادي، يعني ما يمكنش نقول سميتو. كنديرو 10 المعالق كبار ديال العسل، وعندي واحد النصيحة للسيدات اللي كيلحقو كيديرو العسل وكيبداو يخدمو به. العسل خصو ضروري يسخن ويجرى ويتخلط مع الماء حتى كيولي سائل، ما يخصوش يكون هكاك باقي مكبد ونخدمو به، كيبقى يتكتل في بلاصة وبلايص أخرى ما كيقاسمش، خصو يجرى. كناخدو كاس ديال الزيت عادية غير رومي، وكنخلطو هادشي كله، وكندهنو الدجاج من الداخل، يعني نفركوه مزيان ونرقدوه، ونقدرو نديروه في الميكات ونعقدوه. هذيك الميكه كتعطي واحد الضغط كيزيد يشرب اكثر. نعم، يعني ساعه جوج اللي عندها وقت ديال الليله كلها. الغد كندهنوا الطاوه بالزبده، كنقطعوا شويه الزبده، علاش كنبغي ندير الزبده؟ هو نورمالمون يدخل هكاك حيت فيه الزيت، الزبده كتخليه طري. اييه، شوف الفران، ايوا الفران خاصك تقبيه تقبيه تقبيه، خصنا نتقبو مزيان. موري الدجاج خاصك تقبه حيت كتبي تاكليه، وعاد كيفاش منه واحد الماء، هذاك الماء خصو يخرج مني كتكوني كطيبي، راه هو اللي كيخسر الدجاج. صافي اختي، هذا اما يمشي مع السيده اللي بغات الخضار يعني مسلوقين ولا هذا. انا بحال دابا هذا كنقدمو مع السفه ديال الكسكسو، اما كنديرها بالعقده ديال اللوز مطحونه واللوز مهرمش، يعني بجوج قد الكسكسو قد حيت غديرها غير شويه. كديرها في واحد البول وكتدكيها مزيان وكتقلبيها قد السميده قد اللوز، فهمتيني؟ يعني الزيفه ديال السميده الزيفه ديال اللوز، مهرمش واخضر باش يجي معلق. والكسكسو ديال السفه اللي كنقدمو حلوه مع الدجاج ومع اللي كنديكوريو بها، كنفكوها بالحليب، يعني نفزقو بالحليب، نعاودو نفورها بالحليب ثلاثه المرات باش تجي رطبه. والفوره الاخرى كنديرو الحليب كندوبو فيه شويه الزبده، وكنديرو وكنديرو فيه شويه المسكه، انا ما كنديرش قرفه، وكندير شويه سكر كلاصي، يعني واللوز عادي. واللوز مهرمش مسلوق ومقلي ومهرمش، راه كيجي الدجاج زوين ان شاء الله. نجربوها لاله فاطمه.